حاليا صرت الغزل طبعا. هذه الجونية مليانة أفاعي، أفاعي مصيودة من مناطق مختلفة من العراق وتنباع هنا. اللي يشتريها يشتريها لأغراض مختلفة. راح أضرب لكم مثال واحدة من الأفاعي اللي موجودة هنا، اللي هواية من العراقيين يخافون من حدها وتنقتل هذه الأفاعي بالعراق، هي هذه العربيد. العربيد من الأفاعي الغير سامة أو الشبه السامة اللي تعيش بالعراق. طبعا يوصل طولها إلى الأفاعي الغير سامة معروفة بذيلها الطويل والرفيع. إذا شفتوا أصحى ذيلها هي طويل والرفيع، هاي معناتها غير. كذلك رأسها دائري مو مثلث، عيونها دائرية، لاحظوا العين دائرية ماكو شقة. الأفاعي السامة اللي بالعراق تعيش عيونها تكون عبارة عن شقة، رأسها يكون مثلث، وكذلك ذيلها مدوي. هذا العربيد غير سام، مفيد جدا للسيطرة على أجساد القوارض الموجودة بالمزارع والبيوت، وتقضي على هذه القوارض. القوارض طبعا هي مضرة للنباتات والزرع، وكذلك مضرة للبشر لأنه تنقل لأمراض عديدة للبيوت. فأتمنى أنه نبتل هذه الأنواع من الأفاعي. هذا طبعا من عائلة العربيد، هذا عربيد بعده جيفينايل أو بعده صغير. كذلك إذا تشوفون رأسها مو مثلث، رأسها دائري وعيونها دائرية. هذه العيون معناتها أن هذه الأفعى غير سامة. وكذلك إذا تنتبهون على ذيلها الطويل والرفيع، هذا يبين بأنه هذه أفعى غير سامة. هذه الأفاعي من هي وزغات تتغذى على مريصات، تتغذى على الحشرات، من ثم من تكبر تتغذى على أنواع من القوارض، تقضي على هاي الأنواع من القوارض اللي هي مضرة للنباتات ومضرة للبشر. فأتمنى من أقول هذه أنواع من الأفاعي الجميلة اللي تعيش داخل الأرض. طيب شوف شوف للأنواع هاي هسه تبدي تبلى. هذا عربيد بعده مو بالغ، يعني شبه بالغ، لونه بدا شوي شوي يسود، وهذه البالغة اللي لونها صار أسود. شوف الفرق باللون، شوية شوية يبدي يتحول من هذا اللون إلى اللون الأسود اللي هو العربيد البالغ اللي يكون طوله تقريبا مثلا. العربيد هو يتميز بأنه يكون بطنه حمراء، تكون بطنها حمراء. هاي إذا تلاحظون بطنها شبه أحمر من الداخل. هاي